والله الحمد لله معناتها حضرنا كما ينبغي لمباراة أمل جربة. كما تعرف فريق خارج من زوز انتصارات وفريق محترم سيد أحمد الدريدي قاعد يخدم في خدمة باهية. حضرنا كما ينبغي لمباراة الدربي الحق اللي حضرناه الحمد لله تحقق على أرضية الميدان. نشكر اللاعبين على تطبيقهم للتعليمات وربي يبقينا ستر. هذه المباراة الثانية زوز أهداف ما نقبلوش، ثم تطبيق للتعليمات وإن شاء الله النسق يتصاعد بشوي بشوي بتتالي الجولات ونحضر مباراة نسر جلمة في نفس الظروف وبنفس العقلية إن شاء الله. شو الفرق بين الشوط الأول والشوط الثاني؟ والله الهدف سهلنا المباراة. أمل جربة كان وقف مليح والهدف اللي سجلناه سهلنا المباراة، ومن بعد تعاملنا عندنا جوارات تكتيكية ناضجين هم اللي عاونونا معناتها في الشوط الثاني. تحكمنا في المباراة، ما طلعناش نسق برشا، قعدنا نجيروا في المباراة، والأهم في المباريات هذه في بداية الموسم هي جني أكثر ما يمكن من النقاط، والحمد لله هذا اللي قاعدين موفقين فيه.